مدينة العلمين الجديدة زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم لم تصمم عشان تكون مدينة صيفية فقط أو مدينة بها إشغال على مدار 3 شهور في السنة بس. الحقيقة إن هي مدينة صممت عشان تكون مدينة متكاملة تقدر تستقبل المواطنين خلال أيام السنة كلها، ويكون بها خدمات ويكون بها ترفيق وما إلى ذلك. مدينة العلمين الجديدة هي واحدة من مدن الجيل الرابع، وأيضا هي تعتبر واحدة من المشروعات القومية العملاقة على أرض مصر، اللي بكل تأكيد هتغير من وضع المحافظة، محافظة مطروح بكل تأكيد، على الخريطة السياحية والتجارية حول العالم. ده طبعا نظرا لموقعها المتميز. واحنا بنتكلم على موقع مدينة العلمين، أيضا الخدمات الموجودة بيها، ده بكل تأكيد هينعكس كمان على إيجاد فرص العمل. إيجاد فرص العمل دي يعني لازم تكون موجودة من خلال إنشاء مجتمعات اقتصادية وسياحية وعمرانية بالفعل تكون موجودة على أرض مدينة العلمين الجديدة. عشان كده كان مهم جدا أن يكون في مشروعات إسكان تقدر تناسب جميع فئات المجتمع، تقدر تناسب حتى أذواق الفئات المختلفة من المجتمع. في مشروعات مختلفة إن كان إسكان متميز أو حتى مشروع سكن مصر. خلينا نروح مع حضراتكم ونشوف في هذا التقرير مشروعات الإسكان الموجودة في مدينة العلمين الجديدة، ونرجع لحضراتكم على طول. تحقيقاً للانتشار السكاني والأنشطة الاقتصادية المتنوعة في منطقة الساحل الشمالي على مدار العام، جاءت مدينة العالمين الجديدة لتخدم هذه الأهداف التنموية في شمال مصر، حيث تخدم المدينة فئات المجتمع كافة وتقدم خدمات الإسكان المتدرج لجميع الطبقات الاجتماعية، بداية من إسكان مميز بعدد 1920 وحدة وعدد 4096 وحدة لسكن مصر. مشروعات الإسكان في مدينة العلمين الحقيقة هي مشروعات متعددة وبتخدم كل المستويات وفئات المجتمع، وبيغطي طبعا كافة المستويات، يعني يقدر أي مواطن بأقل قيمة يقدر يشتري وحدة هنا في مدينة العلمين الجديدة وبأعلى جودة. احنا عندنا مستوى متوسط وبنعلى شوية بالمستوى، بنوصل للمستوى الفاخر. المستوى الفاخر بيضم أكتر من مشروع، عندنا الحي اللاتيني، عندنا مشروع الداون تاون، وعندنا مشروع الأبراج الشاطئية. احنا النهاردة أو دلوقتي في المنطقة الجنوبية. محور إسكان مميز ده بيتكون من 80 عمارة بعدد 1920 وحدة سكنية، تم الانتهاء من التنفيذ وتم تسليم العملاء الوحدات. المشروع مكون من عمارات مكونة من دور أرضي وسبع أدوار متكررة بعدد 32 وحدة سكنية في العمارة. العمارات موجود بها أسانسيرات، موجود فيها مكافحة حريق، تم الانتهاء من جميع أعمال اللاندسكيب وجاري تسليم العملاء الوحدات السكنية. كما يتوسط المدينة منطقة الداون تاون بعدد 2640 وحدة، وهي منطقة سكنية سياحية تعبر عن حداثة المكان وروعته، بالإضافة إلى الحي اللاتيني المقام على مساحة 404 فدان بعدد 11655 وحدة، ويتخلله بحيرة صناعية تضفي جمالاً إضافياً على المدينة. الحي اللاتيني مبني على الطراز اللاتيني، طبعاً واضح من اسمه. احنا بنوفر حوالي من 6500 ل 7000 فرصة عمل، يعني حوالي 7000 أسرة مصرية تعمل عندنا في الحي اللاتيني. عندنا حوالي من 40% مساحات خضراء من ال 400 فدان، عندنا حوالي 12% جراجات وطرق. يتميز الحي اللاتيني بالفخامة زي ما حضرتك شايف، الطابع المريح جدا للعين. المساحات البنائية ما بتزيدش عن 35% من مساحة الأرض، ودي حاجة ممتازة جدا بتدي للساكن طبعا الرفاهية المطلوبة. وتتميز المدينة بأبراجها الشاطئية التي تضاهي المدن الذكية، مدن الجيل الرابع، والتي تقدم وحدات سكنية وتجارية وفندقية، بالإضافة إلى منطقة الشاليهات والفيلات بعدد 10800 وحدة، لتكون مدينة العالمين الجديدة مدينة سكنية سياحية تخدم أهداف التنمية في مصر الجديدة. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.